نعم الشيخ يسوع تفضل. اسمع، إذا شهى المأموم في ركن يعني مثل التشهد الأخير، ولا واجب مثل التسبيح ولا قول رب اغفر لي من الأشياء هذه، وهو يعني كذا أدرك الإمام بين أول ركعة، نعم هذا وش نقول عليه؟ أما بارك الله فيك، إذا سهى عن ترك في ترك واجب وهو أدرك الإمام من أول الصلاة، فهذا يتحمل عنه الإمام سجود السهو، سجود السهو وليس عليه شيء. وأما إذا ترك ركنا فلا بد أن يأتي بالركن، فإذا أتى بالركن فإنه يسجد للسهو بعد، لأنه لن يأتي بالركن إلا بعد سلام الإمام. فهمت؟ التشهد الأخير مثل نسيه وقام يهوجس حتى سلم الإمام، نعم نقول لا بد تقرأه الآن، لا بد أن تقرأه أولا قراءة تامة ثم تسلم، لأنه هنا ما خالف الإمام، إنما هو تأخر بعده فقط وليس على سجود السهو. والنساء مرة واحدة ها؟ نسلم مع الإمام ولا سجد؟ ما لا يعني. سلم مع الإمام ولا سجد، سلم مع الإمام وهو تارك التشهد الأخير فقط. وقرأ التشهد ولا ما قرأ؟ ما قرأ التشهد، يقوم ركعة كاملة. ها؟ يقوم ركعة كاملة. لا لا لا، يقرأ التشهد فقط. سلم مع الإمام أنت. إذا سلم يعود في الصلاة ويتشهد ويسلم. طيب وما سجد سجود السهو؟ قلت لك إذا كان ما فات الشيء ما عليه سجود السهو. لا إذا تعمد أنه ما سجد فاته مثل واجب ولا منها وما سجد. إذا تعمد ترك الواجب بطل الصلاة، بطل أصلا، لازم يعيدها من جديد.